قوم بزياره ملك الحزم الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود الى الكويت. ان شاء الله التقرير. احنا سعداء بزياره ملك الحزم ملك سلمان لزياره الكويت. اعتقد الكويت على مستوى قياده وشعب وبرلمان ينتظرون هذه الزياره بشغف. نقول له يا هلا ومرحبا في بلده الكويت، واحنا والسعوديه كيان واحد، واحنا والخليج بشكل عام احنا كيان واحد. والزياره يعني اعتقد انها يفترض انها زياره حبيه اخويه بين زعيمين، وان شاء الله اي امور تكون عالقه انها تنتهي في هذه الزياره ويسكرون كل المواضيع العالقه ان كان موجوده هذه الامر، ونقول له يا هلا ومرحبا فيهم. يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا، العين قبل المكان والقلب قبل المكان. يا هلا ومرحبا بالملك سلمان، يا هلا فيه بين اهله وبين وبديرته وبمكانه. ونتمنى هالثلاث ايام اللي بيقعد عندنا فيها تكون ايام جميله والجو جميل، ويعني الله يسعده مثل ما اسعدنا بجيته. وهلا ومرحبا بالاخوان السعوديين كلهم، اهلهم ومكانهم وارضهم. هذه الزياره هي زياره مستحقه ومرحبه فيها بقامه اقليميه وقامه خليجية مثل الملك سلمان حفظه الله وحفظ لنا جميع قادة دول مجلس التعاون. لا شك أن التطلعات والآمال كبيرة صراحة على في مثل هذه الزيارة. هي زيارة كل آمال الشعب الكويتي والسعودي تتطلع يعني لها، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني مثل هذه الزيارة المستحقة من سلمان الحزم ومن سلمان العزم تكون بإذن الله بين إخوانه لأجل يعني هذا الإقليم اللي احنا عايشين فيه. فهي رسالة إن شاء الله جيدة ومستحقة، فيها تعزيز من العلاقات الأخوية ما بين الأشقاء في دول مجلس التعاون. أيضا من أخبارنا المحلية اليوم